الرئيس السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء. الرئيس السيسي ينعي المشير طنطاوي ويعلن الحداد لوفاته ويطلق اسمه على قاعدة الهايك ستيب العسكرية. ورئيس الوزراء يتابع خطوات مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين. موجز لأهم الأنباء من قناة النهار، مشاهدين أحييكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، كما تفقد مبنى التشغيل والتحكم بنفق الشهيد أحمد حمدي 2 من الجهة الشمالية، وإعطاء إشارة بدء التشغيل. وحول منظومة التأمين الصحي الشامل، قال الرئيس السيسي إن المنظومة أثبتت كفاءتها في محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن العائد الصحي والإنساني لتلك المنظومة على المواطنين ضخم للغاية. وفي سياق آخر، وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من جميع الخدمات المقدمة لمنطقة الرويسات في جنوب سيناء. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الحداد الوطني على وفاة المشير محمد حسين طنطاوي. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء. وأطلق الرئيس السيسي اسم المشير حسين طنطاوي على قاعدة الهايك ستيب العسكرية. نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم. وقال الرئيس السيسي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: فقدت اليوم أبا ومعلما وإنسانا غيورا على وطنه، كثيرا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن. إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. وتابع الرئيس السيسي قائلا: عرفت المشير طنطاوي محبا ومخلصا لمصر وشعبها. هذا وتقدم الرئيس السيسي لشعب مصر العظيم بخالص العزاء. وتابع الرئيس السيسي قائلا: أدعو الله أن يلهم أسرة المشير طنطاوي الصبر والسلوان. نعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن وعميق الأسى المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافته المنية صباح اليوم، متوجها بخالص التعازي إلى عائلة الراحل العظيم وأسرة العسكرية المصرية وجموع الشعب المصري الذي طالما ناضل من أجله، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. نعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم. وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. تنعي وزارة الداخلية المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق. وأعربت وزارة الداخلية عن خالص عزائها ومواساتها للقوات المسلحة المصرية وأسرة الراحل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أن منظومة التأمين الصحي الشامل تهدف إلى توفير التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين كأحد أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي اليوم عددا من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء. وقالت وزيرة الصحة إن منظومة التأمين الصحي تعد استحداثا لهيكل تنظيمي استرشادي بأحد النظم الصحية الدولية، مؤكدة هيكلة جميع
جميع الوحدات الصحية بالمحافظات المشاركة بمنظومة التأمين الصحي الشامل. وأضافت زايد أن منظومة التأمين الصحي تربط بين الوحدات الصحية والمستشفيات من خلال الغرف المركزية. كما أشارت الوزيرة أنه بنهاية العام ستشهد محافظة السويس التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مساء أمس لمتابعة مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين، وذلك بحضور وزراء العدل والتعليم العالي والتخطيط والصحة والاتصالات وعدد من المسؤولين المعنيين. وأشار رئيس الوزراء إلى الأهمية التي يوليها الرئيس السيسي لتنفيذ مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين، الذي من خلاله ستدخل مصر عصر الطب الشخصي والعلاج الجيني للتنبؤ بالأمراض المستقبلية وطرق علاجها بما في ذلك الأمراض الوبائية. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.